نبدا بالتحضير للانتخابات قبل حوالي شهرين وقد نحتاج الى فتره اطول في حال كانت الانتخابات ذات اهميه كبيره كالانتخابات الرئاسيه نقوم بارسال المعلومات لجميع الناخبين المسجلين لدينا لاعلامهم بموعد الانتخابات المقبله يتم اعداد قائمه خاصه بالبطاقات الغيابيه ونقوم بارسالها للناخبين المدرجين في هذه القائمه يتعين يعني على الناخبين بدايه ملء استماره طلب بطاقه الاقتراع ومن ثم نقوم بارسال البطاقه اليهم بالاضافه الى ذلك نوفر خيار التصويت المبكر حيث خصصنا تسعه ايام لذلك من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الخامسه مساء تبدا قبل تسعه ايام من موعد الانتخابات وبالطبع يمكن للاشخاص ايضا الادلاء باصواتهم في يوم الانتخابات نفسه. الامن يعد من الاعتبارات الهامه للغايه. لدينا كاميرات مثبته في مواقع التصويت وذلك تحسبا لحدوث اي مشكله كما يوجد لدينا قسم شرطه يقوم بزياره المواقع المختلفه على مدار اليوم من المتوقع ان يكون هناك اقبال كبير نظرا لانها انتخابات رئاسيه وقد يكون هذا اكبر اقبال في تاريخ المدينه